مرت الأيام وتلتها الشهور، وصورة الشهيد حلمي المناعي شهيد ثورة 14 من جانفي لم تفارق لحظة أحضان أمه أينما حلت، حتى باتت تتحاشى النظر إلى وجهه بعد أن طال الحسم في حقه وحق جميع شهدائنا. قلبي يبدا يبكي الدم توا تصور تلدي ما نجمش نخزر لها. قلت انا في اعتصام المسير ملوحه عامله جيتون حلمي وقاعده توا قريب 25 يوم باش نلقى حق ولدي. ضربه لي من فوق البنطقه ولدي تدخل الكرتوشه منها تخرج منها الكرتوشه الكرتوشه مني دخلت هاي الكرتوشه في دارهم يتفرج لا خرج لا كسر لا حرق لا سرق. الشهيد حلمي المناعي ومحمد الناصر الطالبي وغيرهما من الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن سئمت عائلاتهم التنقل بين الأحزاب وحفلات التكريم والندوات في انتظار قضاء عادل يخفف من أحزانهم ويطفئ لوعة هذه الأم. طالب اللي قتل ولدي حق ولدي، ولدي ما عمل شيء. لا طالب لا فلوس حتى شيء، حاجتي به يتعاقب اللي قتل لي أخويا وكاهو. عديد الندوات ولا المؤتمرات ولا ورسائل الشكر وشهاده تقدير راه ما ينفع شيء. احنا نحبوا راني واحد من الناس اللي نشجع الندوه هذه باش جرحها كلها نجي نكررها جرح الجمهوريه التونسيه كلها واهالي شهداء الجمهوريه كلها يلتفوا تحت جمعيه واحده باش نقصوا الطريق على السراق اللي قاعدين يتاجروا بدم شهدائنا. بالنسبه لهم هما صحيح معناتها ماهمش ينظروا بالمساله كما احنا ننظروا لها معناتها رجال القانون معناتها الثغرات اللي فماش ضمانات في القضاء العسكري هما هذا الكل ممكن ما معناتها ما يتفهموهش. احنا حبينا نوضحوا لهم الصوره وحبينا نوصلوا احنا كنت تنجم تكون يعني مجرد ندوه علميه لكن احنا حبينا نشاركوهم باعتبارهم هما طرف في الموضوع. عائلة شهداء الثورة وجرحاها وإن قطعوا هذه الندوة غير مبالين بمحتواها سواء تعلق الأمر بقضاء مدني أو عسكري فإنهم اجتمعوا على رأي واحد هو التعجيل في محاسبة المجرمين وتطبيق القانون بصفة عادلة سيما وأن العديد منهم يعرفون مرتكبي هذه الجرائم الذين ما زالوا أحرارا طلقاء.